بدي شوية ماسكات للبيت. ما اسمع. بدي شوية ماسكات للبيت. شوية ماسكات؟ شو بدك شو؟ عندي 10 بواب يعني مش باب وبابين يعني. خليك قبل ما نقعد عن بعض. مؤسسة كرم فخري. ما عم بقشر. لا هذه الي اخوي. ماسكات بدك؟ نعم. شو البواب اللي عندك اياها؟ عندي بالصالات مبرنو وجوا بغرفة النوم ابيض. مقسمهم يعني. أهلاً 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 تذكرتني؟ أه. قلت لك بدي ربطيت تبع التصوير صح. أيوة صح. الحمد لله أنا هولي بدي ردهم لأنه مبارح ما زبطوا يعني عم الربط عم يفلتوا يعني فوتنا بالحيط يمكن ما بيسووا أو شيء فسرت لي مبارح ما كانت تزبط أكيد ما عرفت استعملتي لأن هيدا معروف إيه؟ ما بيفلت بس ما كان عم يعمل معي هيك مبارح جاني مور انا شو بدي امبارح انا فرجيك طيب شو بدي اعمل بدي فرجيك كيف يا ريت ما مد ايدك شو بدي اعمل بالاماليه فيني بدي ديمونستراسيون بدي فرجيها شغله معلش فرجيها حضرتك تفضل على الكرسي بس لفرجيك شو بدك اعمل ماشي تفضل بس شوي على الكرسي ايه لا بدي اعمل كيف لا ما زبطوا معنا ابدا ما بدي شيء حبيبي يا عزيز هو مسجون مسجون ما شو كتير هاي بطل ما شو جارب هل يمكنك احنا بدأ شيء هاي وحدة تانية هيك شدنا علي جارب هل ولا يمكن ساسو فيه ما بدأ هل يمكنك هاي كيف يعني انه طالنا هاي يا ساعتك تصوير هلا بروح على الوجه شو لسه؟ ماشي عم فرجيها على مشهد البطاطا فرجيها كملت تصوير امبارح ما شدوا التصوير شو كمل شو خليه؟ التصوير ما شدوا معها هو ما سكر عم فرجيها الحين سكر وما في تصوير شو؟ امبارح كان عندنا تصوير اخذت البطاطا ما شدوا معنا عم بفرجيني هلا انه في شدوا داري فرجيني فتح لك استديو انا هون تصوير؟ سؤال؟ شو؟ عم فرجيها كمان امبارح شو طلعت هذا الطالب؟ انا لانه على اساس سرير فرد بقى بالحمد لله لا مش محل تصوير ولا تصوير اذا بتقول يلا برا يلا برا شو في؟ فتحتوا مخازنها ما انا هون شو عملتها؟ هو انا مين بفكني؟ يا معلم استاذ لا ماشي سوء تفاهم الموظف تحت طلع لفوق فتح له رساله تصوير انا مش رفيق طيب والله بعرف كيف هي ايه هلا نص ساعة كنت بروح بالغزة استاذ يلا شو لحظة شو حبيبي قل لي استاذ انا جاي اشتري ماسكات نعم جاي اشتري ماسكات علي صوتك جاي اشتري ماسكات ايه اهلا وسهلا جاي ديمونستراسيون شو ذنبي نعم انا شو ذنبي شو ذنبك انا جاي اشتري ماسكات اهلا وسهلا فيك مين قال لك لا يا ما فكنا لو بيشتري ماسكات انا بدي افك ربطك يفكك انا شغلتي منو استديو هون شاب منو اللي كان عندك هون منو سينما نحن عندنا الشاب اللي عندك هون منو لا ما مش حطه مش هذا الطلب احنا بشتغل فيه ايه توتو ايه الحمد لله يلا ربع ساعة بسكر روح بغدى انا يلا بحكيك على روح شو مول معروف بس فكني نعم مول معروف فكني ليه هون انت هيك عامل ليه سؤال انا جاي زول هون ايه شو صار معك اجت زبوني عم فرجيها عم بيعمل ديمونستراسيون انه ما عم بيعلق هون شو عم بيعمل؟ عم بيجرب للبطاطا اذا بيمشي ولا لا ايه قال لي بدي اجرب مول معروف عم مشان تصوير سينما شو بعرفني انا بعرف نحن مش فاتحين سينما هون ولا استوديو تصوير لو على هيك عم نمثل انا جاي اشتري ماسكات يا خي اسمعني شوي استاذ جاي اشتري ماسكات بس هذا انا معك فيها بس هذا انا ضد ماسكات اهلا وسهلا فيك بس هيك لا عم سينما عم سينما طيب شو ما عليه؟ طيب انو الشاب خليه يجي فتني هلا ايوه انا شو بعمل هون؟ ما فهمت انا شو بعمل ما في حدا بالمحل؟ خليه هون المحل شو؟ مسكات ايه نعم ما مش سينما انا شو خاصة بالسينما؟ عم بصل معهم هلا عم بصل معهم؟ صلوا لك انا بعمل فايت هلا فت بالباب ما لي دقيقة ليك عصب وخلوا دقيقة فايت ما لي دقيقة فايت بالباب انا جيت اشتري مسكات فينا نحكي عربي؟ ايه تفضل
جاي عشتي مسكة ايه؟ فاتت الزبونة شاري اغراض من عندكم ايه؟ اسمه الوقت ايه؟ قال ما عم يمشوا، قال لي بيعمل معه بتخدمني لو جابت له اذا بيمشي باب ولا لا ليه شو خسرت انت فيه؟ ما خسرت انا ما بدنا ما لزوم هيك انت الله يخدم خدم ايه على انا شو بعمل انا؟ السيف ايه؟ شو بعمل انا؟ علمه بداية انت يا خي انا هلا عندي شغل طيب وجوني لي انا غدا على انا عندي شغل كمان طيب شو اللي زاي شغال هي عندي شغل انا وروح له شغلك مين كان شغل كيف بدي بقى شغل يا استاذ يا عرب استاذ ايه شو يا خي فينا نحكي عربي خطر بشو قصه انا جاي اشي مسكات قال هي انا شو ذنبي بشو الموظف اللي عندك ربطني ليه؟ شو قصة خبرني فاتت زبونة عم جابوا لنا البطاط بيمشوا ما بيمشوا ايه ما لي عاد بشوف اذا بيمشوا ولا بيمشوا فيك تخدمني قلت له تطلع معانا ايه جيت انت شو حط منهم انا شو ذنبي؟ مين هو اللي كان الشاب اللي كان هون ما لحقت احكي معه اصلا هو شو بإيديك ما بفهم عندك انت هون موظف هون ايه ونو شو ونو 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 بقاله خليه يجي ما خبرني فكني انا خبرني شايفك انا وجهك مش طيب ريحني يلا ريحني فكني ولا ما بقدر يا الله يا الله يا معلم ما فكني ولا شو ولا ولا حي ولا ودي عشتي خي ما خبرني خي انا عندك محل فكني شو ولا هيك ما خبرني شو القصه خبرني شو القصه يا بسم الله ولا هي جبتها بسم الله صار معك يا حي انا فت على المحل ايش مسكات ايه؟ فاتت زبوني وراي دغري بعد ما عم بحكي مع الموظف انه بدي مسكات ايه؟ وعم بقول له عندي مضله وعندي لون ابيض بدي مسكات قال لي لحظه ايش زبوني ايه؟ عم تفهم علي ايه؟ فاتت زبوني شايل اغراض من عندكم البطيخ ما عم يمشي معها ايه؟ قال له مره بيمشي قلت له لا ما بيمشوا ايه؟ قال له عيب تجربوا عيب تجربوا انا بس جيب فتني ليش هدينه هلا يا اخي يروق بس يا شو ليه عامل هيك؟ لا يرجع بشدة والله مبينة طويلة فيها يا فتن طب عدل يا حي فتني فتني هيك من الأول هيك بعد وحدة بعد وحدة يا معلم شو بطلع الشرطة عم بشتغل عندك أنا ما هيك اللي عم بقدر أبدا بكون عم بشتغل عندك أنا وينك وينك شو عامل فيا؟ فرجية انا اللي فرجية قلبتك على قدام اللي فرجية تشرب قدمت لي اشرب ضربوا طالع فيه